عندنا صورتين، صورة باللون الأبيض والأسود للنقش زهير، والتانية بالألوان. التانية بالألوان واضح جدا أنه في نقش أنا الحكم. فالنقش الأول أو الصورة الأولى بالأسود والأبيض ما فيهاش هذا النقش، وبالتالي المدام بتقول لي بتغرق. الظاهر انه لازم احكي من التليفون تاعك. لا 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 لا، صوت مسموع سمسيح، صوت مسموع مسموع. اوكي كمل استاذ سيح، كمل. نعم نعم. فالصوره اللي عند اليونسكو بالابيض والاسود ما فيهاش نقش عن الحكم. فكان هناك يم احتمال انه حصل مساله فوتوشوب، وهذا يعني في تساؤل لماذا حصل هذا التزوير وهذا التغيير، أو حد أضاف هذا النقش يعني مؤخرا. شيء ثاني يعني أنه أقدم نقش على الإطلاق بيؤرخ لشخصية كعمر بن الخطاب، ويعني في ديتين يعني في التاريخ، ويقعد السيد الغبان أو الدكتور الغبان يقعد تقريبا 4 سنين وبعدين يحكي عن الموضوع. فهذا شيء كتير كتير يعني أنه في إن. لكن الدراسة اللي عملها الدكتور روبرت كير حول الموضوع، فعمل مقال علمي منشور الآن في مجموعة إنارة عندهم في المجلد الأخير، وفند كل المعطيات اللي قدمها الدكتور الغبان. فبالتالي يعني أي شخص درس أبجديات الباليوغرافي حيعرف أنه هذا النقش مزور بكل سهولة، لأنه هل هو خط كوفي أم خط حجازي؟ هم وزارة الآثار في السعودية بتقول أنه هو خط كوفي، لكن السيد الغبان بيقول حجازي، والحجازي عنده الخط مائل، الألف واللام مائلة، وهذا غير طائر في فالموضوع باين مفبرك. وخصوصا انه لماذا هذه النقوش ظهرت فجاه في سنه 2000؟ هذا السؤال اللي هو كثير كثير مهم. لماذا لم توجد هذه النقوش قبل هذا الوقت؟ هذا كمان سؤال مهم. فخرجنا على الموضوع، نحن كنا فرحانين مع الاخوه انه الفريق المغربي انتصر اليوم، وانتصار لنا كلنا وفرحانين، فعايزين نشارك الفرحة مع الجميع. وتحياتي تحياتي لك أستاذ، تحياتي لك وألف مبروك للمغرب. أنا بس أنت عارف فرصة أني أكلمك هاي شيء أعشقه، فأشكرك أستاذ المسيح، وآسف للأخوة في الغرفة، بس شكرا. كنت محتاج أقول له أنه أنت مش محتاج حد توصي، أنا إن شاء الله جندي لك إن شاء الله. تحياتي، شكرا لك عزيزي. حبيبي سيد. مساء الخير بيانليغ والإخوان الروم كاملين. مساء النور. مساء الخير. كان تفرجوا مساء الخير والخميري والبغريرة سي بيانليغ. مرحبا بكم الإخوان. كان تفرج الإخوان وقلبي والأخوات، راه قلبي كيضرب، ما قدرتش نكمل الماتش صراحة. عندك القطران؟ لا ما عندي. أشوفي جات كلا عندها شي قطران، قلت يعطيك شي ديال القطران ديري على منخرك وراك يحيد الخلاء. كنضحك معك ما تقلق. لا لا عطرت بيا قلبي. لا لا أنا فيق. أنا واحد الخطارة فاش غلب المغرب، فاش غلب البورتغال في 86، نقص من بومير إيطاج ديال واحد قهوة في على تيراس الفوق. وي بقى نعقل ديالي على هذاك الماتش، كنت شوية صغيرة ولكن بقى نعقل على الأجواء ديالو وديك اللدة والشعب كيفاش كان فرحان، ليجون كيفاش
Oui, c'était magnifique, c'était magnifique. Yeah. ايوا راه كان عندك الا كان عندك لي جون بصح كان وياه وحق الله العظيم. ولكن مشي نزلنا للمدينه لداخل مزيد المدينه لداخل خرجوا لينا التصويره ديال حسن الثاني ولينا هازين الصوت التصويره ديالو. المهم لعبوا واحد القالب زوين باش الناس ما يبداوش يهرسوا، ولكن كيبقى المغرب في هذيك الفتره هي لا ميور ايكيب اللي دازت. كلشي كيعقل عليه، كلشي كيعقل على هذا الماتش، كلشي ملي مشيت للمغرب تقول لي اه البرتغال هذا ربحنا البرتغال، كلشي كلشي سمعتي الغوته عندي زون غادي بعض سمعتي قال لك بيالي غنقز من البروميير ايطاج ملي ربح المغرب البرتغال. كان عندك الركابي صح، كان عندي لي جون في الركابي صح، نقز نتهرس واقيله. لا انا دابا لحد الان كنعتبر هذاك البيت ديال خيري من اجمل البيوت اللي تماركاو في التاريخ ديال الكور. ديرها شي حاجه لي في السماء، ديك فن شي حاجه زوينه غير بنادم ما داهاش فيها. العنوان زوين، شتي اسفان قال لي العنوان. لا هو دات العنوان حيت قبيله كنتو كتهضروا على الموت. انت من تما بالي داك البلان بان الموت المفهوم ديالها حتى هو كيتغير، ماشي شي حاجه ستابل، وهذا هو المشكل اللي كنعاني منه حنا، ان عندنا بزاف ديال المفاهيم ما تغيراتش، بقات لاصقه داكشي اللي جاب محمد. حيت الى الوقت كيتغير ما كنظنش بان المفاهيم غادي تتحدى الوقت، كنامن بان المفاهيم حتى هي كتغير. مثلا الولاده المفهوم ديالها ما تغيرش، كانت الولاده مثلا المفهوم ديالها هو التناسل الرجل مع المراه، دابا الولاده تغير المفهوم ديالها، ولا تقدر تشد السيمن ديال الراجل وتخلطو مع ديال المراه وكتول. اذا الى الولاده الى هذا المفهوم كيتغير، المفهوم ديال الزواج المفهوم ديال جميع الحوايج خصو يتغير. المشكل ديالنا حنا هو المفهوم اللي عندنا ما تغيرش مع الوقت، وهو اصلا ماشي امتداد. وهذا الشيء علاش ديما بقى عندنا داك الهوس اللي ما خصوش يبقى عندنا على الموت، حيت المفهوم ديال الموت لمده كبيره وحنايا بقينا كنفهموه متوارثين على والدينا، والدينا جابوهم واحد النص معين اللي هو الاسلام. اذا المفهوم ديالنا فاش واحد الانسان مثلا فاش كتقول لواحد الانسان مسلم للموت كيفكر في الشهاده، كيفكر في الاسلام، كيفكر في نكر ومنكر، كيفكر في ملك الموت، كيفكر في جهنم، كيفكر في الجنه، هذه كلها ينفو كتفكر في الموت قاعد البيكتشر كطيح لك في راسك. وهذا الشيء كله شي حاجه اللي ما تغيرتش اوفر تايم. دابا الناس ما بقوش كيعتبروا الموت شي حاجه، فاش كتقول لي الموت كتحبس الدماغ ديالو، كيحبس ما تيمشيش كيخلق. هذا راه مفهوم فاش واحد المسلم كتهضر معاه وتيقول له كتفكر في الموت كيمكر هو في جهنم والجنه وداك الشيء. المفهوم هذا تغير عند الناس بزاف، ولا الموت هو الموت كيف ما كنشوفوا مثلا في اوروبا الناس كيتعاملوا مع الموت انها شي حاجه كي ابارتيان
الحياة ماشي شي حاجة عندها علاقة بواحد العالم آخر، لدرجة أن مثلا الناس كيولاو كيديروا كيشد مثلا قادري ديال الدراري الصغار وكيدير حدا المقبرة، فالطفل كيكبر ما عندوش هذيك الخلعة، حيت حنا عندنا أعظم حاجة في الحياة هي هذيك الفترة ديال الموت. تكشي علاش كتجيب لنا واحد الألم كبير؟ علاش؟ حيت ملي كانت زادو تيقول لنا ملي كتزادو انت كتعرف الكونكلوزيون ماشي كتعرف الانترودكسيون، ملي كتزادو انت كتعرف الموت واش غادي يوقع ديال الموت. هادشي اي واحد في عمره 60 ولا 50 غادي تسولو يقول لك كاين جهنم وجهنم فيها العافيه وفيها وهداك الشيء عمره بيه بزاف. إذا هنايا الفهم ديالو ديال الموت كيختلف على واحد الإنسان اللي كبر وما كيعرف والو اش غادي يوقع بعد الموت. الحاجة الوحيدة اللي كنعرفوه هي الحياة، وكنعرفوها حتى كنوصلوا لهذيك اللحظة ديال الموت صافي وكتنتهي. داكشي علاش كنقولوا واحد الإنسان إلا كان كيآمن بواحد الدين ديال الإسلام اللي فيه واحد العنف ما عندوش البلافون. اوكي يعني انك غادي تمشي وغادي تبقى تحرق انديفينيتيفمون. هذه بطبيعه الحال ما غاديش تخلي واحد الانسان يعيش في واحد الطمانينه ولا واحد ديما كيعيش بهذاك الهوس ديال جهنم. داكشي علاش بنادم فاشكي توصل عنده 55 60 65 70 داكشي اش كيبدا يدير؟ كيبدا يقلب على كيبدا يحس. علاش؟ حيت الدماغ ديالو. وانا كنشوفها في الوالد والوالده مثلا، كنشوفهم كيعانيوا بانه الموت شي حاجه كبيره. هو الموت ان فاكت اسهل حاجه في هذا الوجود هي النعاس. يا با دو ديفيرونس، النعاس فيه واحد الوعي، واحد الانسان اللي نعس كتسد الحواس الادراك ديالو، تقدر تهضر معاه وما يسمعكش، تقدر دير واحد الريحه في البيت وما يشمهاش، يقدر يكون حال عينه وما كيشوف والو، تقدر تمسو وما يحش. إذن أشنا هي الموت؟ الموت هو أن واحد الإنسان كيفقد حواس الإدراك ديالو. يعني إحنا يا يوميا كنمشي وكنموتو، أي وقت كتمشي تنعس فأنت كتموت. علاش؟ حيت الوجود ديالك ديبو على الوعي ديالك بالوجود ديالك. وإلا كنت انت ناعس إذن ما واعيش بأنك موجود. داكشي علاش مش كتنوض في الصباح أول حاجة كدير كتشوف، أول حاجة كدير هي كتحاول تلقى فين الظرف الزمكاني ديالك، فين انت واش من وقت هذا، وهذا هو فين كتكمن الوعي ديال الانسان. الوعي ديال الانسان كاين في الزمان والمكان، فين كاين نتايا واش من زمان فين نتايا، حتى على مستوى الانسانيه. داكشي علاش داين كتب التاريخ والاركيولوجيا وداكشي باش نعرفوا وير ار وي ان ذيس يونيفرس. نفس الحاجه كنستعملها على المستوى الفردي، انك تعرف الزمان والمكان ديالك، فاش هذاك يعتبر وعي على مستوى الفرد. فيلا فاش كتنوض اش كتكون فاقد الوعي ديالك فاش كتكون ناعس، يعني حواس الادراك اللي كتدرك فيهم الوجود ديالك ما كاينينش. فاش كتفيق في اي لحظه في النهار ولا في الليل، جوج ديال الحوايج خصك تعرفهم قبل ما تفيق، هو قبل ما يكون عندك وعي. يعني الوعي ديالك ديبون على انك تعرف اولا فين نتايا، وهذا الشيء كديرو ديليبريتلي. كتنوض كدير كتقول اوكي انا في الدار عندي، انا في البيت عندي، انا في اول ثاني كتقول اوكي اش من وقت انا فيه، هنا كيكمل الوعي ديالك. اذا هذه المساله ديال الموت شي حاجه اللي طبيعيه ونورمال. شنو هي الموت؟ هو لو راجونيسمون ديال الانسانيه وديال اليونيفير كامل. كل شيء كيموت وكيعاود يربرودوي راسو. يعني ميمكنش نعيشو بلا موت، الا عشنا بلا موت اذا حكمنا على راسنا بالعدم، حيت ما كنعطيش الفرصه لو راجونيسمون. ما عرفتش ريجوفينيشن غاجنيسمو. اوكي اذا اشنو هو المشكل ديالنا؟ المشكل ديالنا هو ان كنعتبروا ان الموت شي حاجه عندها علاقه بواحد العالم اخر. ربما غادي تختلف معايا الاخت ماريا. اوكي
لا ماريا، انا متفق معك بان ما يمكنش هذا يكون هذا هو الحد ديال المعرفه ديالنا. اوكي ان عرفنا بان اصغر ما يمكنش يكون هذا هو الحدود ديال المعرفه، حيت الوقت غادي يحبس اذا كانت هذه هي حدود المعرفه. يعني تقدر تكون شي عالم اخر احنا ما عندناش باقي ما وصلناش ليه، فهمتي؟ بحال فاش كتشوف مثلا هاد الناس اللي جابوا الحضارات القديمه، داكشي كاع اللي جابوه ديال الحضارات القديمه كله كيعبر على ان كانت واحد الحضاره قبل، ماشي اول حضاره هي الحضاره البابليه او الاشوريه او لا، كانت واحد الحضاره مزدهره قبل. علاش؟ حيت يقول لك هذاك الشيء امبوسيبل الانسان يديره. واش فهمتيني؟ وبما لمحت الموضوع اللي كتهضري فيه مثلا لانكارناسيون وداك الشيء، سي بوسيبل. علاش؟ حيت ما يمكنش يكون هذا هو الحدود ديال المعرفه ديال الانسان. ما يمكنش نقولوا اوكي احنا عرفنا كل شيء، اذا نقدروا نجاوبوا على ذاك الجواب ان راه ما كاينش واحد الوجود بشي طريقه اخرى، ولكن لا رياليتي اللي كنعيشوها دابا كتحتم علينا انه ما كاين حتى شي حاجه. وفاش توقع هذيك الحاجه ديك الساعه لا عندنا عليها شي دليل، وعندنا عليها شي ساينس، وعندنا عليها شي معرفه نقدروا نهضروا فيها. اوكي، اذا واش هذا المشكل عنده علاقه غير بالموت؟ واش العنوان عنده علاقه غير بالموت؟ علاش قلت هكا؟ حيت المفهوم ديال الموت بقى عندنا ثابت ما تغيرش، وهذا من المستحيلات في البعيد، من المستحيلات ان تكون اي حاجه في هذا الوجود لا تتغير. حتى الوجود ديالنا حنا راه ما عندناش شي غارانتي، راه ما عندناش الغارانتي اننا عندنا وجود، ان الشمس غادي تشرق كل صباح، راه ما عندنا. اوكي، داكشي علاش ديما الهوب، ديما الحلم هو اللي كيخليك تعيش اللحظه. والشيء اللي كيطمح ليه الاسلام ان هذاك الهوب كيهرسو. مثلا فاش كتشوف الاسلام ما كيخليش لك، هو نورمالمون فاش كتكون مقمر خص يكون عندك داك الشيء 50-50، باش يكون واحد الدماغ ريزونابل يقمر خص يكون واحد لا بروبابيليتي زوينه بانه غادي ينجح في القمر ديالو. ولكن الاسلام كيهرس هذه المساله. اوكي، مثلا تيقول لك نتايا لا بروبابيليتي باش غتدخل الجنه زيرو. علاش؟ حيت كيقول لنا مثلا ان محمد ما ضامنش الجنه، ومحمد هو المعيار ديالنا، هو كنقيسوا واش حنا زوينين ولا مقادين، واش غادي ندخلوا للجنه ولا غادي ندخلوا للجنه. ناو هاد الهدف اللي دار لينا، اولا ما خصكش تخدم عليه. إذا كنتي واحد الإنسان غاسيونيل وحيدتي العاطفة، غتقول بأن بحيلك تقول هذه واحد اللعبة. إلا عطاوك البروبابيليتي بأنك ما غاديش تدخل الجنة، أش غادي تدير؟ غادي تعيش حياتك وما غاديش تعبد، حيت إلا عبدتي وخا عبدتي ما غاديش تدخل الجنة. ومحمد سيدي غادي يشرح لنا كامل داكشي كله من الأول. أوكي، وطلع محمد سيدي، محمد سيدي هاد زيد ديك ما كتحك واحد خيره وقف الطريق وديز الكار، بغى يوقف الكار وبان لي الكريسون كيشوف بنادم كيشير ليه، هو يوقف قال لي ها فين غادي؟ هو يجاوب هذا خينا قال لي غادي نتفرس، مع لبس واحد الجلابة وشاد واحد العصا وكيحك في ظهره، والكريسو ما باش ليه العصا. ديال ليغ قلتي وقف واحد الكار والكريسو ما شافش هذاك اللي وقف الكار، قال لي فين غادي؟ قال لي غادي نتفرس، وما شافش ديك العصا اللي وراه. ايوا قلت كان كيحك في ظهره في الجمل، كان كيحك بالعصا. دابا الكريسو فاش بان لي كان كيسحابو باغي طونسبور، ويقول لي فين غادي؟ قال لي غادي نتفرس. هاد فهمت ربك جاي له جلو في ديك القضيه كان كيحك دارو. صافي انا متبع معاك، والله الا متبع معاك في اللي غاسير او الله ودي يديروا شي مقابله. صافي المغرب بارك عليه، فهمتيني؟ هو نورمالمون
ولا خليهم يربحوا عفاك هذا الماتش. عتيرة والله يلعتي الله يلعبوا زوين. أنا كان شوف فيهم وعتيرة هي الإسبان الإسبان رسخفو شد الحيحة دكا إلوهيم كيديروا الدعاء كيديروا دعاء الماتش دعاء الماتش لاعبين مزيان ولكن ما بقاش في ديك ليموسيون قبل كنت كنلصق مع هذا ونبقى نشجع ونغوت والعادي دابا فيك بوكو ديستونس ولكن كمان باغيين المغاربه يربحوا وماشي حاجه ماشي حاجه تنجح في داك في ديك البلاد. شوف الى نجحوا الى ربحوا المغاربه راه انا غيانا فواغ هما بعدا زادوا القدام خطوات بالنسبه للمغرب وداك الشيء والعقليه وكل شيء يعني خطوات قدام كيك شوز دو ميرفيو. وين المغاربه رابحين الله يرحم باك الله يرحم باك لاله ماريا الله يرحم باك غير تزيد هذوك الدعاءات ديالك انت راه مقبولين ما عرفتش كيفاش كيتقبلوا صح وريني غير زيدوا معاه لاله ماريا تزيد هذيك لاله ماريا تزيدنا غير شويه لاله ماريا نص ساعه ديال كليك محمد لاله ماريا مولات المجمر عزمي برقمي ولا تقول لي انا لاله ماريا مساكن عيطت عليك عيطت عليك في البطه ولا تبطا داكشي اللي داز في العالم العربي وداكشي كيفاش فرحانين الناس وداكشي شفت العالم العربي كل فرحان وداكشي شي حاجه زوينه شي حاجه زوينه. دابا واش امريكا اللاتينيه كيفرحوا فاش كتغلب شي ايكيب تيقولوا بان هذا كيشرف امريكا اللاتينيه كلها اولا مثلا فاش كتغلب شي دوله اوروبيه كيقولوا بان اوروبا كلها كتحتفل وتنحل هذه المساله ان كيبان ليا في شويه ديال القوميه العربيه فهمتي ملقمه بشويه ديال الدين. دابا تمنيت كون كان هذا الشيء ما عندوش شي لا هو شي حاجه زوينه فاش كتشوف دول اخرين كيحتفلوا بالمغرب قريبا الدول العربيه كم. ولكن كيبان لي فيها واحد النوع من هو زوين كيعبر على لونيتي ديال هاد الدول تحت الرايه ديال ربما مزيج بين العروبه والاسلام. اوكي إذا هذه المسألة ديال ما بحال مثلا لك أنت أنت هو قطر ونظموا عندك هذا وتشي دولة عربية مع قطر دابا هي اللي كترش فهمتي دابا لما طلعت تشي دولة عربية كل شيء صدقوا غير أوروبا والأمريكا اللاتينية هما لاعبين تمايا غادي تبان لهم اشكال بحال الحقره بحال دخين اللي مشى عند الطبيب كيداوى على الباس قال لي باش كتحس قال لي بحقره نفس الشيء. دابا وجود ديال المغرب ولا هو بحال قلتي ديك القوميه ديال نحن العرب وداك الشيء ولكن حنا فاش كنا كنضربوا على الصحراء وباقين كنضربوا على الصحراء تيقولنا الصحراء راه ماشي ديالكم الصحراء ديال بوليزاريو شحال وحنا كان نراريو بيهم وداك الشيء باش يعترفوا بالصحراء ما عمرهم يعترفوا بالصحراء. دابا ولاو كلهم وحنا راه معاكم وحتى حنا يا راه مسلمين وعرب وداك الشيء فين اخويا احمد يونان بقلال بقلاقل بقلال سويه يولان بقلال واش فهمتوا التحليل ديالها الاخوان لحقاش انا داكشي اللي كانوا كيديروا فيها take it with a grain of salt فهمتي ماشي فهمتي وما عاجبوا المغرب يكوني يغلب سبانيا فهمتي مع ديك التاريخ ديال سبانيا
مع الاندلس وديك اللعيبه هذوك مالي العباسيه دوك فهمتيني وصافي. اذن المغرب غادي يغلب البرتغال الاخوان حيت باين لي بحال شي غزوه ديال بكري غادي يدخل غيضرب المغرب. المغرب غيضرب تخيل غيدخل اوروبا من التحت ضرب دابا اسبانيا حيد بلجيكا من بكري غادي يدوز دابا البرتغال من البرتغال لفرنسا فرنسا غيدوز لعند الانجليزي اللي غتكون هذه هي اللعبه ديال المساله بين من الخريطه الاخوان ملي كتشوف الخريطه كيبان لك المغرب راه غادي كيسرح الفوق اش بالك في التحليل العظيم الجميل الذي قل ما يجود الدهر اش بالك يونان بوقلع بلي بلي الضباب المهم هذا هو التحليل ديالك الشيء اللي داز ولكن مزيان على الاقل يشجعوا بنادم غيبقى من شوط تما ما عنده ما يدير على الاقل يدخلوا وداك ديال قطر قال لك عطى التيكيت فابور لعباد الله اللي بغى يتفرج باش يشجعوا لكن جميل جدا just something شي حاجة كتشد للور فهمتيني شي حاجة كتقلع لأن ما كنقدوش نزيدو لقدام هذا هو الإشكالية ديالنا كوانتوم فيزيكس كي داير اخويا كوانتوم فرحتي اليوم بالفوز تحية شباب شلونك حلو اللهجة العراقية بخير حبيبي ما عرف كان عندي مداخلة انتظركم يعني صار تقريبا من البارحة اقصر 8 ساعات ومن يصير عندي وقت ادخل واستمع لكم يا مرحبا فيك يا اخي طبعا احييكم على هذا الكونسستنسي الاستمراريه للسيدات والساده طبعا مودريتر اودينس وفعلا يعني هاي كان عندي مناسبه مداخله اذا سمح اذا انا ما احب اقطع سلسله افكارك كمل سلسله افكارك وانا بعدين داخل على موضوع الروم لا تفضل تفضل يا اخي نحن كلنا آذان حبيبي بصراحة أنا يعني دا أشتغل على بحث تاريخي ولازم يعني أتوقع يعني هذا أعتبر الكلب هاوس وبوجود هاي النخبة من الأكاديميين وحتى قسم ما يذكرون فقط يمكن حتى أسماءهم ولا يضعون صورهم أعتبرهم أني عقول مجهولة يعني عقول تمتلك القدرة والنور والمعرفة تراكم لديها رهيب جدا خل أعتبرهم هم يعني نعتبر إحنا هاي المجموعة حاليا الموجودين نستمد جزء من روح أو عقلية نور طه حسين نجيب محفوظ فرج فودة ناهض حفتر وحتى على مر التاريخ القديم ابن سينا الكند الفارابي ابن رشد العظيم العظيم المفكر الأمازيغي ابن خلدون المفكر العراقي علي الوردي فأعتقد الكلب هاوس مظفر النواب مظفر النواب طبعا مظفر النواب بصراحة شباب يعني هاي ثورة اعتبر الكلب هاوس يسمونها سايلنس بيسفول ريفولوشن ثورة سلمية صامتة انتو حاليا عبارة عن بذور تدخل في عقول الجيل الجديد من الشباب يعني لو تعرفون انتو كالنار في الهشيم إذا هذه العبارة كانت واضحة ولكن النتائج خلي مداخلتي بالمناسبة ذكرتني على عنوان الروم بإيمانويل كانت
إيمانويل كانت اللي ولد 1724 توفى 1804. هذا الفيلسوف العظيم طبعا. كان طبعا مناسبة ألمانيا هي دائما تمثل مدرسة ثانية بعد فرنسا، نعرف فيها صحيح الثورة الفرنسية كانت يعني باريس سيتي أوف ذا لايت، مدينة النور. وهو كان يتوقع يقول أنا أخشى ما أخشى الصراع اللي يصير بين العقول المتكلسة اللي هم رجال الدين والكنيسة، هذا الكهنوت المتكلس، يمكن بالفرنسي كاليسيفادمينز أو السفر، يعني احنا نسميه والعقول المتحمسة هم المتنورين المتحمسين المتجددة أفكارهم. وفعلا هو مثل ما قال كان ثورة الفرنسية عندما رفعوا شعار بعد الحرية والأخاء والمساواة، كانت العقول المتحمسة رفعت الشعار لنشنق آخر ملك بأمعاء، آخر قس أو آخر رجل دين وتبر. وهذا الشيء اللي طبعا نشوفه شباب صراحة بالشرق الأوسط، الكهنوت الموجود في قم والنجف والأزهر. لاحظ حتى هاي المستشارة الألمانية العظيمة ميركل، يعني أول مرة مستشارة في تاريخ العالم تتكلم مع شيخ الأزهر، إذا تشوفوها بالأخبار يمكن أكو بالمناسبة أخبار مرات تدخل بالصحافة في الصورة، يعني اللي لاحظتها يعني مو الكل ينتبه لها، ميركل تتحدث مع شيخ الأزهر. وبابا الفاتيكان في النجف، ترى هذه أحداث ليست عادية. صحيح هناك صحوة الشباب 70%، يعني هناك صحوة، هناك صحوة تجاه الإسلام في العالم العربي تجاه الدين، صحوة يعني في حتى في جميع الدول هناك تحركات نحو ما نسمي الارتداد أو الكفر بالدين. يعني أعطي مثل، إذا شاب يعني يعبر البحر المتوسط سباحة ولا يخشى أسماك القرش، شخص يقطع غابات جبال العراق تركيا ودار في طريق بلغاريا وهنغاريا وبيلاروسيا الثلوج والجوع ولا يتوقف، شباب يعني ما تتوقعون هذا الشباب، هؤلاء الشباب يوم من الأيام يعني سوف نفس هذا الشاب أكيد سيكون موجود في الشرق الأوسط ويزداد وتزداد هذه الأعداد عندما يجد طبعا بالمناسبة خلنا نحكيها بصراحة، كل الشباب حاليا الجيل الجديد الموجود في الشرق الأوسط بدأ يعرف حتى العالم الحر وكل الأحلام هي ما راح تتحقق مثل ما كانوا يصوروها، بدأ عالم الانترنت وهذا الفيرتشوال رياليتي أميزنج، إضافة الناس اللي بتلكون الآي كيو عرفوا يقرون التاريخ بدأوا يفهمون التاريخ. خلنا نحكيها بصراحة، أنا أرجع للتاريخ، خلنا نرجع طبعاً إذا سمحت أنا مرد يعني أعتبرها في جزئية، أحد أسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية لكي تكون درس هي للحضارات كلها، عام 378 قبائل الجيرمن خلنا نقول في حال مرحلة الهمجية أصابتها مسألة من المجاعة، وأول مرة بالتاريخ على حدود الإمبراطورية الرومانية يتم نصب خيام. أوكي خلينا نقول روما تمثل ذلك الوقت معايير إنسانية، فقام أول مرة يطعموهم يعني يطعمون القبائل الجرمن اللي كان مصابة بالإنهاك والمرض والجوع. والمناسبة حاولت أبحث عن سبب 378 ليش قبائل الجرمن تعرضت لهذا الشيء، وأكو كثير بالتاريخ دا يذكروها من ضمنها قبائل الهون اللي جت من أواسط الهند أوروبية يعني من جهة إيران وآسيا وشمال القوقاز، هذه كانت تمكنت في سهول حاليا أوكرانيا امتلكت تربية الخيول، فمكنها أن تصعد بالخيول وتصير فرسان، قبائل الجرمن ما كانوا هم فرسان. فالنقطة الأحداثية الثانية، الإمبراطورية الرومانية نعرف الإمبراطوريات مو فقط الإمبراطورية الرومانية، كل إمبراطوريات قديمة 40% من سكانها عبيد slaves، لأن هم كانوا المصانع، هم كانوا الأدوات، هم كانوا المشينز، بدون الأسليف ما كانت تلك الإمبراطوريات تقام لها قائمة. لذلك كان الشعب الروما شعب روما يعني كل شيء يعني يعتبروه شعب مرفه،
فالكالسيوم كان إلى والرياضات كان حكام روما والبرلمان كان يحاولين يرضون شعب روما يرضوا بكل الوسائل. فذلك تلاحظون أنه نلاحظ بالأفلام يعني قسم من هؤلاء العبيد اللي يمتلكون قوة جسمانية يضعهم في هذا الملعب يصارعون مع الحيوانات المفترسة كنوع من التسلية. وبالمناسبة هاي تفاصيل ما ندخل بيها. في 378 هاي فترة المجاعة الإمبراطورية الرومانية كانت تتعامل بقسوة مع الجرمن، وكيف أحد الأحداث يذكروها طبعا المؤرخين أنه كان ما يعطون الغذاء لبعض العوائل الجرمنية إلا أن يعطون أطفالهم. فكان صارت بعض تصرفات جنود الإمبراطورية الرومانية يعني استبدال الطفل مقابل الغذاء. فكانت هاي قبائل الجرمن في هاي المرحلة حتى بالمناسبة قبائل البدو العرب كانوا يحقدون على الإمبراطورية الساسانية والإمبراطورية البيزنطية. كانت أيضا هذه نفس الطريقة ألاحظها أنه هاي الإمبراطوريات هي تستحوذ على كل ما يمتلك ذلك الوقت من مزارع ومن إمكانيات لأن لديها جيوش. فكانت قبائل اللي حولها بمرحلة نسميها المرحلة الصيد والكذا كان يتناقلون عنهم أنه هذه في داخلهم أكو حقد يتراكم. وهاي التفاصيل نعرف في هرمانيا سوى كان إمبراطورية الرومانية كان تعقد اتفاقيات تأخذ أبناء القبائل الجرمانية حتى من أجل أنه إعادة الصلح. بالمناسبة حتى العرب كان عندهم هاي الطريقة عقد صلح يأخذون أبنائهم ويعني يتفاوضون بيناتهم. حتى أنا من كنت بالعراق وكتفاصيل كنت أسمعها وأتفاجأ بها أنه صدام حسين عندما يتفاوض مع قبائل الأكراد أو طلباني أو برزاني يعني كان في العراق يقولون صدام أرسل ولده عدي قصي وذاك طالباني برزاني أرسل أبنائه حتى يعقدون الاتفاق لأن حتى واحد يثق بالآخر. فتفاصيل بالتاريخ ما كثير لا حد يطرق لنا. المهم نرجع على موضوع الروم سيدات سادتي. فعلا إحنا ما حدث الشرق الأوسط هذه العقول المتكلسة مثل ما قلت خليتكم سردية بالتاريخ متكلسة موجودة. أنتوا في الجزائر البلد العظيم دخلتوا أو المغرب العشرية الظلماء يعني نعرف فيها كيف عباس مدني وهاي المجموعة سرقت في 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 جيل كامل كان جيل متحرر. في العراق كان لدينا جيل متحرر. في إيران 1979 جيل متحرر هو اللي أسقط الشاه، ولكن ظهر الكهنوت خميني تبرع بأنه سيكون حارس البوابة لمنع مد الاتحاد السوفيتي المياه الخليج، وصدام حسين أيضا كان الحارس الثاني طبعا. لذلك سحقوا في تلك اللحظة كان نهضة. ولكن طبعا بنفس الوقت أنا هم ألوم اليسار اللي كان متطرف جدا متحمس جدا لتغيير العالم ومحاربة الرأسمالية. دفعنا ثمن طبعا جدا مظفر النواب وغيرهم هذا ذكرته طبعا كانوا متحمسين جدا. وهذا الشيء طبعا لذلك نحن وأنتم دفعنا ثمن. أقول المتكلسة حاليا هي انتصرت بوجود خميني وطالبان، والعقول المتحمسة كانت تصرخ وتصرخ. أيضا الشباب دفعوا ثمن لهم. أنا بس حبيت أعطي هاي جزئية بالتاريخ هي جدا خطرة. نخشى من المتحمس مثل ما قالها إيمانويل كانت العظيم قال أخشى ما أخشى. فعلا يا ثورة الفرنسية 1863 أيضا خسرت. وكيف جاء الإمبراطورية وجاءت الحروب وجاءت الحرب العالمية الأولى وجاءت الحرب العالمية الثانية ولا زلنا ندفع الثمن لأنه نجد كيف نجد طريقا ثالثا بين العقول المتكلسة الكهنوتية المتزمتة التي تؤمن بالصنم وتؤمن بالصندوق المقدس وحراسة المعبد، وبين المتحمسين الذين يدعون إلى تدمير كل شيء والفوضى. وآسف إذا طولت المايك زفري. شكرا أخي كوانتم على المداخلة القيمة. وش فرحت فاش المغرب فرحت أيوب فرحت أنا بصراحة غرغروا عيني يا الله. فكرت الوالدة تنزيل الإنسان يفرح. مش بل لكم في ذاك في واحد الفيديو دارو ديال أحد من اللعابة ما عرف شكون هو المرة ديالو متحجبة ديس يقولوا هذا المرة ديالو متحجبة والآخر المرة ديالو ماشي الله يهديه. لا شو أحد الفيديو تيقول لي الله يهديه داك شي زعما المرة ديالو خصها تكون دايرة الحجاب. ياك الإخوان شفتوا هذا الفيديو
فيديو فيه النقير نودن باقي كينغور تابعينو علاش مرتو ما لابساش وعلاش عريانة وعلاش انت شغلك فهمتي شعب دين مو مريض هذا هو لك طم الأخ من العراق طبعا من العراق بس عايش بأمريكا أكثر من 12 سنة يعني عايش بأمريكا مرحبا بك العراق ناس طيبين حبيبي حبيبي فعلا أنا عايش العراق 12 سنة من أطيب الناس الشخصية العراقية عدتك يعني أكيد يعني تفهم الشخصية العراقية يعني أكيد عندك احتكاك ويا الشخصية العراقية البيرسوناليتي العراقية 12 سنة أكيد يعني واحد من أعز الأصدقاء من أعز الأصدقاء ناس طيبين رغم الإسلامهم ناس طيبين بس خلي أحكي بصراحة يعني أنت ساحة التحرير شايفها بالعراق ساحة التحرير نو ما شايفها فين دي اللي كان فيها الصنم بتاع صدام حسين لا لا هاي ساحة الفردوس ساحة التحرير بها نصب الحرية اللي جواد سليم نصب يعني بس إذا أدخل بالجوجل اكتب نصب التحرير تلاحظ يعني ملخص والله ما فهمت عليك قلت إيه الأخ أوكي ما عارفش إيش قلت سهيل أما كانت عيارة مساء الخير أيها الأخ الفاضل بيان لي أوكي كيف حالك أخي الفاضل؟ الله يتبي خير بالله كنت فاش في فيديوهات ديال عفوا المقاطعة ادخل بين لين على البروفايل مالتي وتلاحظ الصورة حتى تحدث لك عنها إذا تحب حتى أعطيك شخصية العراقية وي الشخصية العراقية يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق يا كلا ادخل على هاي الحياة دخلت على صورة بروفايلي عفوا البروفايل تاعك اوكي اضغط على الصورة ولاحظ الصورة على مرخصتك الأخ سهيل مرخصتك طبعا اسف المقاطعة يب. ليس هناك إشكال أخي الفاضل لمن تلك الصورة يا أخي هذه الفنان جواد سليم ألف بالستينات يعني يمكن حاليا من الآن نقول يمكن أكثر من 50-60 سنة هذا الفنان العراقي يعني بذلك الوقت بصراحة يعني أخوي كان يدرس بجامعة وألاحظ من طفل ألاحظ الصور الطالبات كانت يعني يلبس الملابس ماكو حجاب الاختلاط بالجامعات هذا النصب يؤرخ تاريخ جيل كان بالخمسينات بالستينات يعني ماكو كهنوت ولا اكو غيبيه التالق الموجود يعني بوقتها يمكن ماكو تفاصيل الشعر الكتابه النثر انت حاليا تكلمون مظفر النواب اعتقد هو يعني من ولد او نشا ويا ذاك الجيل هو الوحيد يمكن كنا محظوظين نقل لنا صوره لانه ما تم يعني تغييبه فعلا كان اكو جيل يعني بتاريخ العراق قرأ عنه ليس الجيل اللي إجا بعد السبعينات واللي الحروب وفلوس البترودولار العراق يعني بين وجود حزب البعث لحد الآن صدر مما يقدر بتريليونين دولار تريليونين دولار لشعب بكمي شعب وبلد يمتلك أكبر ثروة مائية إمكانيات هيومن ريسورسز القدرة البشرية بالعراق ما أريد يعني أكون أتعنصر بيها إمكانيات يكفي أنه صدام النظام الدكتاتور صدام جمع 1500 عالم درب فيزياء وكيمياء كلهم يعني حصلوا أكاديمياتهم من جامعات عالمية وكانت تلك الجامعات يعني تتوسل بيهم يبقون كأساتذة وباحثين قالوا لا إلا نروح نخدم بلدنا ولكن نعرف الأخير كيف تم يعني كانوا يعني سلميين ما أقصد أنه بس ما كم عمل التحول صدام جمع بالبيت الرئاسي يسموه المجمع الرئاسي بالعراق
جمع 1500 عالم ذرة وفيزياء وكيمياء، هاي طبعا مغيبين ما حد يعرف عنهم كل شيء. أما الشعراء والكاتب ومظفر النواب هاي تم تغييبهم وإبعادهم، اللي معروف جماهيريا للوطن العربي ما قتله، مظفر النواب يعرف الشعب العربي كله يحبه. فصدام مثلا النخبة اللي يمه يعني هاي العصابة يقول له إذا تقتل هذا صورتك ترى تروح، الجواهري رادي قتله قالوا له لا إذا تقتل الجواهري كذا. فكانوا اللي هم شمعات بالأدب العالم العراقي ما قتلهم، اللي بقية لا اللي كانوا يعني في إنه ما معروفين فقط داخل العراق وما معروفين خارجا لا ذولا تم تصفيتهم. بالمناسبة ترى كنا بالعراق عندنا وعي عراقي يعني كان سري، العراقيين صح ما كان انترنت بس كان يعني هذا العقل العراقي. ليش سألتك على الشخصية العراقية لما قلتوا يقولون عليهم خلينا نرجع للتاريخ أهل الشقاق والنفاق؟ لا، العراقيين رفضوا الظلم الأموي، رفضوا ذلك الظلم أنه تحول أنه البناء يعني أرثي، الأب يأرث ابنه. فكان العراق من ذلك الوقت يرفض العبودية، يرفض أنه الظلم. الشعب شعب بالعكس، حتى هذه السردية الإسلامية هي بكلمة الشقاق والنفاق هي الانتقاص من العراق. بالعكس العراق هو كان يعني أرض السواد، وما أريد أدخل بها، يكفي ميسوبوتاميا، يكفي مسلة حامورابي، يكفي العرب بن وصلة وهي بغداد احتضنتهم، وما أريد أدخل بهذه التفاصيل يعني يصير. يكفي أنه علي الأخت اسمها بالمفكر العظيم علي الوردي سماها اختصاب جين البداوة لجين الحضارة، وهذا ندفع ثمنه لحد الآن، القبلية والكهنوت. آسف إذا طولت المايك سفري. شكرا الأخ كوانتوم، شكرا سهيل. أخي الفاضل. نعم أخي الفاضل، هذه العبارة الأخيرة ارتصاب جين البداوة لجين الحضارة هي ما تدندن حوله أنت دائما، هي ثقافة قريش البدائية البدوية التي أتت واغتصبت الشعوب، اغتصبت فكرها وحضارتها وحريتها وخصوصيتها، وأخضعتها لفكر بدوي صحراوي بدائي. هذا ما تدندن حوله يا أخانا الفاضل جندير. كان الصوت مسموع أم كنت أتكلم والمايك مقفول؟ فقط كنت أقول بأن هذه العبارة التي ذكر هذا المفكر بأن كان هناك اغتصاب لجين الحضارة من طرف جين البداوة هو ما تدندن حوله أنت دائما، حيث أن الثقافة القراشية غزت واغتصبت الحضارات والفكر وخصوصيات الشعوب وطمست كل ما هو جميل في هذه الشعوب واستبدلته بحضارة وفكر بدوي صحراوي بدائي. هذا ما قلته وهذا ما تتكلم عنه أنت دائما يا أخي الفاضل ينلي. ويا سهيل انا من واحد البلاصه، انا شلح من واحد البلاصه، شلوع كيبره من عقل على راسي ودارنا كيبره الشلحه، ولكن بنغنا شي اخوان في سلفيين قال لك حنا الاصل ديالنا من البيت النبوي الشرفه وكذا، المهم كنتموا كننتسبوا للرسول صلى الله عليه وسلم. دابا مشى واحد فيهم كيقلب على شي قبيله في اليمن وجابنا شي اوديو ديال شي يماني كيهضر معاه، قال لك هذا حقه، وكان واحد القبيله عندها نفس الاسم ديال القبيله ديالنا اللي في المغرب كاينه في اليمن، وهذا يعني حنا من تما جدنا الكبير كاع. المهم شي خزعبيلات، انا دابا شريت داك الديفايس باش اللي كيصيفطو باش دير التحاليل ديال الجينات ديال باش تعرفوا، وغندفعهم وغنشوف شحال غيعطيوني، واش من نسبة غيعطيوني، واش من بلاصة كننتمي لها زعما بنسبة كبيرة. واش الصوت كان مسموع ولا كنت كنهضر غير بوحدي حتى انا؟ لا سمعناك، سمعناك الاخ. لا مسموع مسموع. النتائج ديال الدي ان اي ديالك هذا اللي كينتمي للرسول، اش جاب اليمن للرسول؟
وحنا قال لك جبنا الكبير هاجر من تما وجا استقر في المغرب وهذا ومشي خوزا عديلات هم انا واحد فيهم اللي متضاصر معاه قلت له مرات والله ما كانش كيولد كاع يا 17 قال لك ما يمكنش ما الاخرين الا قلت لهم ما كانش راسو كيولد حنا مشكله لكن حنا قرانا في المدرسه قلنا سكان المغرب الاولون هم الامازيغ هم ما شتيش انت داك اليوتيوبر المغربي اللي مشى لقطر ولابس تيشورت فيه المغرب 12 قرن ما كيقصد غير الاسلام ودخلوا له عباد ما عقلتش على شنو سميتو كيدير داكشي ديال التاريخ المشكل في اليوتيوب كيهضر على داكشي ديال التاريخ لابس تيشورت كتفيه المغرب 12 قرن ونادوا له عباد الله في انستغرام انا ما دخلتش عنده كاع قال لك سد لي كومونتير ما بقاش كيخلي الناس كومونتي له ما خلاهولوش صافي حبسنا في 12 قرن واش بان لك سهيل دابا واحد يوتيوبر كيهضر على التاريخ كيهضر على التاريخ وداير هاد الفضيحه واحد ما قاريش كاع ما عرفتينا يدير هذا واقيلا بغى يدبر على راسه مع قطر وداكشي فهمتي كاين الناس اللي كيخدموا بحال هكا وكتصدق ليهم فهمتي كيف داير الحساب قالوا شي وحدين قال لك لا قال لك بغى يدير البوز وصافي ما هو راه يقدر يكون عارف ولكن بغى زعما باش يزيد يتشهر وبحال اكس يدبر عليه حتى هو شيخ يدبر عليه على شي ميكرو شي بوديوم شي قنت ويقول لي يلا بدات وكيدبروا على راسهم بهذيك الطريقه انا سمعت قال لك الامير ديال قطر عطاهم واحد الحصه ماليه باهظه قال لك صح هادشي انا ما فراسيش ولكن راه ممكن ما راه ممكن هادو راه ممكن مزيان بعد اللعابه بعدا يطلع لهم الثمن شويه فهمتي زوين هادي لهذوك الكواري اللي ضربوا تمارا زوين هادشي سهيل زرياب خدوا المايك وفين خويا بيان ليه حيت كان ياكل داكشي علاش صحة وراحة اهلا بيان ليه كيف الصوت عاد رجع لي الصوت انا امتي لا كاين ما كان حتى شي واحد كيهضر كنظن انا راك مشى لي الصوت على حساب المنتخب انا تبحبحت بكثرة الهوات الروينة انا كابت موريال اخويا بيان هو والله لا ولكن كان هذا الحيحان ايضا ترى القهاوي عابرين بعد ما صاحبي جوج صحابي كانوا غيسخفوا اليوم اصاحبي الدنيا مبلبله واو والله القهاوي عامرين باش تري زير في باش تبغي تجلس تفرج راه ما خصكش 24 تعيط وتشد بلاصه القهاوي عامر كامل راه كاين شحال 140,000 مغربي هنا في مونريال 140,000 راه بزاف وي 140,000 الى خرجت 10,000 ولا 5,000 راه بزاف حتى تنوض شي واخا كانت الشتا مونريال باينه فين غادي يتجمعوا فهمتيني باينه واه مشيت لمونريال جوج مرات جون طالو خويا ميلر ها الكارتي ديال لو بيتي ماغريب جون طالو لا هادشي بكري كاين واحد البلاصه اللي واعره عندكم بحال مدينه حداها الجبل واحد طلعه مور رويال مور رويال واه هذيك هذيك هي بلاصه زوينه واه زوينه هذيك حيت داك الجبل من اللور كاينه واحد كارتي كود ديناج ومن تحت كاين سونتر فيل تماك واقيلا تجمعو كاع عباد الله تجمعو في موريال تجمعو في كود ديناج في لو نور ديال مونغوايا عافية ما حرقو نو داك الشيء نو بالعكس باسيفيك البوليس مخشي في السطوحة
بيناتنا كالبوليس طوموبيلات ما العكس وما منعوا داك اللي فيه داختي فيه هذاك ديال اللي كيشعلوا العافيه اللي داك الصواريخ اللي كيشعلوا العافيه داروا واحد قانون باش ممنوع في موريال انك تقدر تشعل العافيه شي واحد يكون حال شي شرجم ويزق داك الصواريخ داخل شي منعوا منعوهم كعطاو التيكيت مي سينو داز داك الشيء زوين باسيفيك المغاربه كيكراكسوني والدرابوات ممنوع لا كراكسونات لا والو جات واعره تدي الزناقي اكسيتيرا واعر واعر يا انا شفت هولندا هولندا داو لي جو دارتيفيس واش كتقول هولندا خلاهم حيت هنا كنطب اصلا كطيح الشتا يعني واخا غادي تضرب لي في دار التفيس كيطفاو ليهم كان الشتا كطيح الخيط من السما مزيان مالكو وي أترى دخلنا التاريخ أخويا بيال دخلنا التاريخ لا لا زوين زوين سيتود لافريك كلها ما كاين حتى واحد العرب كلهم حتى واحد ما كاين لا راه المغرب شوف بيال لا حتى الإسرائيليين الفلسطينيين العرب الأفارقة من اللي كل شيء احتفل بينا كل شيء بغانا أخي بيال وي فاش قلنا اليوم الصحراء ديالنا قال لك لا الصحراء ماشي ديالكم لا دابا ولا خويا وعزيز عليا وهز الرايه وداك الشيء والله لا شفتهم كاملين كانوا واحد ديال بتيبي تونيزيا واحد شويه ديال الجزائريه ميم المصريين جاوا عندنا حتى هما كيسلموا علينا واحد الطائره واعره يا صاحبي وفي تفرجنا في ليتل ايطالي في الكارتي إيطاليا وحدها البتي مغرب يعني كانت واحد الأمبيونس زوينة أنت قال أهلا صباح الخير صباح النور قلت لك فين مشيتي تفرجتي ما أنتي يا تكليلي طاي قلت حتى أنا يمشيت وكنت شفت هذاك اللي عطاه التيكة ديال 650 دولار اللي كانت تطلق الصواريخ في السماء اللي دار لي في دارتي الفيس كنت حدا وي ناشدو جون طالون جون طالون بلاصه اللي سادين من بي 9 انتر بي 9 و سان ميشيل راه هي هذيك راه اللي كيعطي اللي كيعندو ديك لو باطون اللي كيعطي الصواريخ كيشدو واه تما كنت انايا كان بزاف عليا نقول انا كنت تما مع جوجونس جوجونس خير الماش وخشتا كنا فاذقين خارجين تما زوين بدات قلت نسلم على بيان لي راه شحال هادي ما هضرت معاه بيان لي موح عليك لا لا اتي بزاف اتي الدراري كاع والناس كبار كتبكي كيسخف شي واحد المظاهر ديال حب الوطن شي حاجه زوينه بزاف شفت ديك الستاج ديال لي بينالتي انا اليوم عيني غرغرو انا الوالد عي تخيل الوالد انا ما كيعيطش ليا اخي ديالي الوالد انا ما عمرو ما عيط ليا كيعيط ليا كيغول الوالد كيغوت بلات نعاود لي بيان لي سلمت عليك وما جاوبتينيش شكون سلمت عليك قلت لك موح عليك ما جاوبتينيش لا كنت كنصحاب واحد الاخت مونيكا هي اللي هي حيت الصوت ديالها جاني بحال حتى هي كتفيق كيكون صوتها ناقص فنسحب سميت كدير اختي صافي ديال لي عرفتي شحال هادي ما هضرت معاك عامين اسميتك انا في البالتوك انا صفقت لك في بريفي اوكي مرحبا بك الاخت مرحبا بك ما عليش قولنا سميتك هنايا رجع الإخوان هنا من البالتوك كاع تقريبا ماشي كلهم ولكن واحد النسبة ما بيهاش جاو من البالتوك فين هو سهيل MTL وي خويا بيلير الصغير غادي قال سهيل قال درافات إلى المغرب إلى بقيت عقل المغرب إلى لعب مع في الدمي فينال سوير غادي يمشي عند درافات وغادي يلبس شي فوقيه وغادي يطوف عليه
هذا عمره. هذا هو البيت اللي درته مع الدرافت. توتين والله. كان كان اخويا سويلو مزيان مزيان مزيان. العالم يعرف المغرب ويعرف هذيك الدوله الصغيره. عرفتي ديال المغرب في لي فواتير في الطوموبيل. كيتكتب لهم في الخريطه هذاك القنت ديال المغرب كيبان خضر، فهمتي؟ ودخلت على انا بغيت هذيك البوتو غير بغيت تحيدها. خصنا نضربهم. لا زوين حتى في الخريطه فاش كتطلع فوق تحيد هادو كتاليمينيو. ومع حيدنا بلجيكا دابا بقات فرنسا حتى هي تحيدها من هادشي. زوين تقدر توقع والله العظيم. راه ديال واحد التصويره ديال ليغ ديال لافوشوز هذيك كتدق على البيبان بينو لي ديال المنتخبات كاملين الباب الدرابو ديالهم كيبان لك الدم، كيبان لك المغرب تيدير طق 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 في لو ماروك كيدق عليهم، فهمتي؟ كندا فيها الدم، بلجيكا فيها الدم، شوف اسبانيا فيها الباب ديالها فيها الدم، وداير الجهه اخرى غادي كيبان لك الدرابو البرتغال والباب مسدود. صافي. لا 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 زوين زوين تيم زوين. من 86 ما المغرب ما شاف المغرب هذا الفرح. هذه هي الحاجة الوحيدة لحد الآن اللي تألق فيها المغرب مع الدول ودخل مع الدول الأوروبية في الصراع، فهمتي؟ مع مو وصل في شي حاجة بحال هذا المستوى اللي وصل لي شي حاجة عالمية، فهمتي؟ مع مو درها في شي ميدان من الميادين حتى درها في الفوتبول. انا باليا الكره عندها الباور ديالها اكثر من ديك الدين. هو الكره زوينه. هذا الباور هو شويه قطر فهموها بواحد الطريقه، المفهوم ديالها تغير مع فاش لعبوا مع قطر ولا خدات واحد لا ديريكسيون اخرى بحال القوميه، فهمتي؟ فاش مثلا شي دوله في أمريكا اللاتينية كتربح ما كتنوضش كل شي الدول اللاتينية كتسليبريتي وداك شي، بحيث احنا عندنا واحد نوع ديال القومية، فهمتي؟ فاش ربح المغرب العالم العربي كله كي، ولكن فاش كتوقع في أوروبا فرنسا إلى ربحات فرنسا اللي كتحتفل. وراه حتى القضية ديال القومية ديالي راه الخليج المغرب الافريق كلشي كيقول لك حنا من هنا اسرائيل وفلسطين، بالي الدرابو ديال فلسطين ما فهمت والو، بالي يعني كلشي امريكا لاميز تخربيق شي حاجه يعني كون كان هي مساله. ها سهيل اصبح خير سهيل تفضل. صباح النور. دابا مساله القوميه والانتماء راه شي حاجه طبيعيه في الانسان، ولا كنتي عندك مثلا واحد الشعوب كتازرك وهذا واحد الحاجه بوزيتيف، فين كتولي القضيه خطر هي ملي كتولي حنا ضد الاخرين، ولا كتولي تيليميني الاخر، ولا كتولي فيها شي حاجه اللي كتقصي الاخر بواحد اي شكل من الاشكال. اما مثلا انتي ما اولا عندك واحد سهيل فكرتي بلا كنتي كتهضر وتقول وانتصرنا على العدو. وانا نقول اوا كيفاش اسبانيا ولات عدو؟ لا لا كنت كنديرها بحال معركه ديال الافرنج الصليبيين. لا سمعتك جاتني الضحكه قلت كيفاش العدو كنت بعدم كيلعب معاك. وراه هنا كيولي الاشكال اما مساله الانتماء هي واحد مسألة طبيعية في الإنسان. دابا شوفها غير مثلا أوكي واش ما كد مثلا إلى نفس الشيء وقع في شي دولة آسيوية، قولوا الفلبين ولا أي دولة ماليزيا، واش كتظن بأن كاع هذوك الناس بما أن عينهم مجبدين وكياكلوا الرز بزاف إذا كلهم غادي يكونوا فرحانين؟ فاش كتوقع مثلا قاسم مع الارجنتين، واش كتظن بان كاع هذيك وقيله 30 دوله صبليونيه غتكون فرحانه؟
ولكن فاش داخل المغرب هذا العالم العربي كله ساندهم. اذا كاين جوج ديال الحوايج، العروبه والاسلام. اذا هذه قوميه، اذا هذه قوميه ما خصهاش تكون طبيعيه. انا فاش الملك صحيح المغرب خارج وفي هذيك الطوموبيله ديالو جوبونسيتي خارج ولا بستون ديال المغرب وغادي كيكراكسوني في الباص الشاب دابا هذا الدفن. واش شوف الملك ديال المغرب لابس توني انا تبولش انايا انايا لينكن خارج في لينكن نافيجيتور صايق صايق شي واحد عنده واحد كرش عرفتي قداش داك خينا بغيت نعرف شكون داك اللي صايق الطوموبيل عرفتي عنده واحد الكرش شبعان شبعان يكون اوبا اوبا شبعان بيرم شبعان بيرم مزيان اوبا اوبا وين يكون صايق عندك البلوك زوينة اوبا وجدنا وجدنا اخويا احنا في كارت فينا هلدا باقي ما متفيقش انت دابا عارف كيف كنا عرفتي فقتي براسك مثلا اوبا بغيتك دير واحد الاحتجاج الفيفا الله يرحمك دابا الارجنتين وهولندا مريحين مع راسهم خمس ايام ديال راح البرازيل مريحه اربع ايام مع مخها حنا راه نريحو ثلاث ايام ونضل الحرب ثانيه هادشي راه ماشي معقول مالنا حنا يهو صوت عندي ديال مصالح كبيره امتى الكتباح البارح انا يلا صباح كي راه ضربت شويه ضربه مع درجة لي الصوت انا في خباك راه مازال ما نعس انا عاد غادي نعس 12 دابا انا مازال انت دابا غدا دابا انت غدا وانا مازال في البارح جيبين الدوره ديال الله بيان ليغ مبروك احبيبي مبروك بيان ليغ الفرحان بيان ليغ عرفتي البارح بالك تيقول لك راه شحال واحد سول على بيالير اليوم تير الروم كانت عامره كلشي كيسول على بيالير كيفاش واش بيالير هضر واش بيالير اش كيقول في هذا الماتش ياك شي كلشي كيسول